والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. اقتصاد التاسعة مع ميرنا إيهاب، أهلا بك، تفضلي. شكرا لكم نهى ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ناقش مركز المعلومات بمجلس الوزراء سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع العالمية خلال 2023-2024. كما ناقش المركز ضرورة إطلاق استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة. كما تم تقديم مقترحات بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل الأموال. كما تناول اللقاء إنشاء منصة إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة وماكينات صرف آلي في الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبي للسوق السوداء، وأيضا زيادة حوافز جذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة، وتسهيل منح الإقامة المرتبطة بامتلاك العقارات. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة مريم خليفة الكعبي لبحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية وتنظيم ملتقى مصري إماراتي بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار بين البلدين. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية برابع أكبر وتيرة قياسية أسبوعية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو من عام 2021. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 3.9% لتصل إلى 82.70 دولارا للبرميل. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.2% إلى 75.96 دولارا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى 2.64 دولار للتر. وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.3% لتسجل 2.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع مورغان ستانلي تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36% استنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة كورونا وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم. وأكد البنك أن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يوميا. جهود مستمرة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية. وفي هذا الإطار تم افتتاح منفذ جديد لمعرض أهل رمضان بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
في إطار خطة الدولة لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، تم افتتاح منفذ جديد لمعرض أهلاً رمضان بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث وصل عددها إلى 341 معرضاً، وذلك تحت رقابة تموينية لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار المقررة. في رقابة مستمرة على كل أسواق أهلاً رمضان والمواطن أولاً، ودي منتشر منها 124 فرع على مستوى القاهرة، ودول بيوفروا السكر والزيت والرز كسلع استراتيجية مطلوبة للمواطن المصري بأسعار تم الاتفاق عليها مع الغرفة التجارية، قد تتبدل يوما ما نظرا لظروف العرض والبورصة السلعية. أيضا اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات زراعية زي البيض أو الدواجن أو كده. معارض وأهلاً رمضان تتيح مختلف السلع والمنتجات بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، هذا إلى جانب الاستمرار في ضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية في أنحاء الجمهورية. الأسعار كويسة والمنتجات جيدة جداً، وفي إقبال جامد جداً، والأسعار يعني في متراوح من خصومات من 20% لـ25%، يعني في حاجات كويسه جدا، وحاجات رمضان موجوده، اليميش والبلح والكلام ده عجبتني جدا، حلوه جدا. في اختلاف في الاسعار زياده جامد بره، فطبعا ده معارض ممتازه جدا والاسعار ممتازه جدا طبعا لحاجه زي كده. اللحمه موجوده، الفراخ موجوده، سرع الاستراتيجيه موجوده، واحنا داخلين على مواسم، المواسم دي طبعا بتحتاج زيادة في الإنفاق. جهود مستمرة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أكدت وكالة الأنباء العراقية أن البنك المركزي العراقي يعتزم تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية. وأضافت الوكالة أن البنك المركزي العراقي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الجاري. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى نهى ودينا. شكرا جزيلا لك ميرنا.